السلام عليكم. نبدأ بسم الله ما شاء الله معكم ابن الشام. حبايبي اليوم موضوعنا بيحكي عن علاج الميجا بكتيريا. شو هي الميجا بكتيريا او كيف تصيب طيورنا الميجا بكتيريا؟ طبعا بتمنى من الجميع الكل يروح يشاهد الفيديو اللي حكينا احنا فيه عن مرض كوكسيديا وعلاجه طبيعي 100% باذن الله. طبعا احط لكم هلا انا مقطع فيديو مشان تعرفوا شو هي الميجا بكتيريا خاصة للمبتدئين وفي حال شو اسباب الميجا بكتيريا. اول شيء انا بدي اعرف شو الاسباب، تمام، وانا بدي اعرف شو هي الوقاية من هذا المرض، تمام، واخر الشيء بتحب اخذ كرر الفيديو كرر الفيديو ما عندي مشكلة، انا بس انا لازم واجب علي وضح لكم بعض النقاط لتعرف انت تتفاداها ما تصيب ان شاء الله طيورك هاي الامراض نهائيا باذن الله. اول شيء اللي هي النظافة، وانا دائما بحكي عن موضوع النظافة ثم النظافة هي اهم شيء بجميع الامراض حتى بموضوع الفاش. بعد النظافة بتجي دور اللي هي البذور. هاي البذور انتو اللي عم تجيبوها من المحلات، بتمنى منكم قبل ما تشتروا انتو تشوفوا هذا الزلمة كيف مخزنها، تمام، كيف تخزينها، كيف طريقة تخزينها، هل هي بكياس، هل هي مثلا بالصولة. فبتجي بعض البذور بتكون مضروبة يعني اكل رطوبة، تمام، بتقدمها انت للطير، الطير عندك بصيره مثلا التهاب امعاء، بصيره كوكسيديا، ميجا بكتيريا، التهاب كبد، انت ما بتعرف من شو، بتقول اخي ابن الشام عندي نظافة، يا اخي والله عندي انا فاصي نظيفة، طيب ما شو الموضوع؟ الموضوع هو البذور، هذا بدك تنتبه لموضوعه. لما انت عم تشتري البذور بدك تعرفها تكون البذور نظيفة ومظبوطة مليون بالمية. والشغلة الثانية عندك انت المشربية. المشربية اخي بدك تغيرها انت بالشتاء كل يومين، ما بيأثر، بالصيف قلت لكم كل يوم بالصيف، بس بالشتاء كل يومين. لو بتعمل هدول الثلاث شغلات، نظافة القفص وعندك انت البذور، تمام حبايبي، وعندكم المشربية، بإذن واحد احد ما بتشوف اي مرض نهائيا الا ما رحم ربي، هذا الشيء من الله عز وجل، تمام. بس الوقاية خير من ألف علاج. وطبعا أنت كمان أخي الكريم إذا بتنقل الطير عندك، وطبعا أخي الكريم كمان في شغلة تانية اللي هي إذا أنا بيجي عندي طير مثلا هون درجة الحرارة بالغرفة عندي مثلا نقول 20، نقلته على غرفة تانية باردة مثلا درجة الحرارة فيها مثلا 10 أو أقل من 10، فهذا الطير كمان ممكن يؤدي لمرض الميجا بكتيريا أو غير أمراض. طبعا رح تشوفوا لأنتوا بالفيديو كيف امعاء الطير بالميجا بكتيريا، خاصه الميجا بكتيريا امعاء الطير تتحرك سبحان الله، ان كان بالكنار او كان بالحلسون، فراح تلاحظوا في تحرك بالامعاء، هذا دليل واضح على الطير عنده مرض الميجا بكتيريا. راح تلاقوا نافش ريشه، راح احط لكم انا صور مشان تعرفوا، وراح تلاقوا صار عنده قليل حركته قليله بالقفص، فهذا الطير بيدل على مرض الميجا بكتيريا. الميجا بكتيريا انا عم اقول لكم بده تكون امعائه تتحرك. رح فرجيكم انا بالفيديو لحتى تعرفوا انا شو عم بقصد. طبعا وجب علي بهالحاله هي انا شو ساوي. انا قلت لكم وبرجع بقول لكم بالاعاده ان شاء الله فيها افاده، اي طير عندك مريض اخي، اي طير ان كان وشو من كان يكون مرضه حبايبي، ايا كان مرضه حتى لو عرق ازرق عادي، يعني انا باخذ الطير، تمام، حطه انا ليك. هلا انا بالنسبه لي انا عندي هون يعني برا حاطهم برا، اذا بتلاحظوا انتم مثلكم لاحظين بالحديقه برا عندي، انا عندي طير مثلا مريض لا سمح الله حطه جوا بالبيت. عندك انت حاط مثلا على البلكون برا، حاطه بالجنينه، حاطه مثلا على البرندا، تمام حبايبي، بتمسك الطير بتحطه جوا بالغرفة او بتحطه بالمطبخ او بتحطه بالصالون، او مهم يكون مكان دافي، يعني هون مثلا درجة الحرارة 20 خليها تكون جوا 25، يعني 5 درجات ما بيأثر. بس ما بعطي انا مثلا درجة حرارة 30 او 35 بذبحه للطير، لا، يعني درجة حرارة تكون معتدلة، تمام. اول شيء يعني التدفئة، هاي اول نقطة. النقطة الثانية بنقله على قفص يكون نظيف ويكون القفص جديد ويكون القفص ماله محطوط بقلبه طير يكون او كان مريض. هذا الوقت الكل عم يشتري، تمام، الكل عم يشتري طيور، الكل عم يشتري قفاص، بتمنى من جميع الكل انتبهوا لهالملاحظه هي،
لا حدا يشتري طير ويحطه دغري مع طيوره، تمام؟ الا اول شيء يعزله اقل شيء 15 يوم 20 يوم، بعدين اخر شيء بدخله على غرفه الطيور. اشتريت قفص جديد اخي مستعمل، يعني بتنظفه وبتظبطه وبتنقعه لحاعطيكم عن الطريقه ان شاء الله بفيديو جاي. انتبهوا على كلامي انتو. بعدين بتحط فيه طيورك. طيب دفينا الطير، حطيناه بقفص جديد، اعتنينا فيه بذور المقدمه شو هي فقط لا غير، بالريق، بالريق ساده، بالريق ساده، لا بذور نيجر، لا بذور الفجل، ولا شوفان ولا غيره ولا غيراته، فقط بالريق. هاي اول نقطه. يلي بعده المي، عندي انا كل يوم يوميا باستمرار بدي اغير له المي، عندي انا طير مريض. لانه بالنسبه للعلاج حكيت كثير ابن الشام، خلص قلنا عن العلاج، انا بحكي كثير معلش فيكم تتحملوني، لاني انا ان شاء الله عم اوضح لكم كل النقاط هي بالتفصيل الممل. المهم العلاج اللي هو انا بحط ثلاث حبات حمص، بدي ارفع المناعه عند الطير، المناعه عنده صارت صفر، الطير وضعه تعبان، تمام؟ في انا عندي هون حالتين، هل يا هل ترى الحاله متقدمه ولا الحاله عاديه؟ اذا الحاله متقدمه باخذ سنتوم وبصلايه صغيره بطحنهم مع بعض، بهرسهم هرس، تمام؟ باخذ المزيج او المي اللي طلعت منه، تمام اخواني؟ اذا الحاله متقدمه كثير وضعه تعبان كثير للطير، بنقط له بالتم على مدار يومين نقطتين الصبح ونقطتين المساء، تمام حبايبي؟ اذا حالته عاديه انا بحط المزيج وين؟ بالمشربيه، مشربيه المي، بحط له بالمشربيه المي المزيج، تمام؟ وبضيف عليها مي، بضيف عليها مي، ما بقدم له بس مزيج على الحل، لا، بضيف عليها مي وبضيف عليها خمس نقاط خل التفاح الطبيعي مع خمس نقاط ليمون. ونحن ان شاء الله عم نتابع حاله على الخاص باذن الله، وشو بصير معنا شيء جديد لحط لكم النتائج باذن الله، ممكن بفيديو قصير فيديو جاي. طبعا هاي اول يومين، اليومين الثانيات بقدم شو؟ عصير الجزر مع منقوع الحلبه. يعني منقوع الحلبه تقريبا يعني معلقه، مثل ما انا عملت بفيديو الكوكسيديا، تمام حبايبي؟ معلقه صغيره، تمام؟ بنقع الحلبه، باخذ المي تبعها بضيفه شو؟ على جزر، مشربيه الكبيره، مو مشربيه الصغيره، مشربيه يلي هي مثل ما كنتم ملاحظين انتم قدامكم هون. عندي مثلا مخلي هون، تمام حبايبي؟ بخلي هيك، نقول مثلا ربع عصير الجزر، تمام؟ الربع الثاني خليه عصير او منقوع الحلبه، وبكمل الباقي في بقى مي. بتمنى ان شاء الله يكون يعني الفيديو كان واضح. اي سؤال اي استفسار حطوا لي اياه بالتعليقات، وانتظروني بفيديو قادم، ممكن الفيديو اللي جاي او اللي بعده اذا الله راد، على موضوع الفاش. بتمنى التوفيق للجميع، كان معكم ابن الشام، والسلام عليكم.